24 بودكاست عجائب الصدف مع دعاء ضياء الدين، الموسم الثاني. كتب رواية خيالية حول غرق سفينة عملاقة، فتحققت أحداثها بعد سنوات في سفينة تايتانيك. إنه الكاتب مورغان روبرتسون، وأنا دعاء ضياء الدين، وهذه الحلقة الثالثة من الموسم الثاني لبودكاست عجائب الصدف. في عام 1898 أصدر الكاتب الأمريكي مورغان روبرتسون رواية بعنوان حطام سفينة تايتان، يحكي فيها قصة خيالية عن عابرة محيط تسمى تايتان تغرق في شمال المحيط الأطلسي بعد اصطدامها بجبل جليدي. وقد لوحظ يا أصدقائي أن قصة غرق سفينة تايتان الخيالية تشبه تماماً سفينة تايتانيك الشهيرة التي غرقت بعد مرور 14 عاماً على إصدار الرواية. في الرواية تظهر تايتان باعتبارها أكبر سفينة في العالم، وتظهر أيضاً باعتبارها غير قابلة للغرق، كما أنها بنفس حجم تايتانيك التي حملت شعار السفينة التي لا تغرق، وبنفس عدد الركاب تقريباً. تايتان الخيالية كان ارتفاعها 800 قدم، بينما ارتفاع سفينة تايتانيك الحقيقية 882 قدماً، وبلغت سرعة تايتان 22 عقدة، في حين أن سرعة تايتانيك وصلت إلى 25 عقدة. حملت تايتان 2500 راكب، أما تايتانيك فقد كان على متنها 2200 راكب، وفي كلتا الحالتين توفي أكثر من نصف الركاب غرقاً في ليلة باردة من ليالي شهر أبريل. ويبدو أن اسم تايتان مرتبط بأسوأ الحوادث. أتذكرون الغواصة تايتان التي انفجرت العام الماضي 2023 في أعماق المحيط الأطلسي؟ ربما هذه أيضاً واحدة من أغرب الصدف.